هاكر، كلمة معناها دقة أجراز الخطر. انتشرت تلك الكلمة مع انتشار تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، وعرفت كلمة هاكر أنها نوع من أنواع قرصنة الحاسوب، فتم الخلط بينها وبين كلمة قرصنة وهي بايراسي. ولكن في الحقيقة أن كلمة هاكر هي كلمة لوصف المختص المتمكن من مهارات الحاسوب وأمن المعلومات. هو مبدئياً الناس للأسف بتتعامل مع المصطلحات بشكل غير دقيق. أول حاجة، كلمة هاكينج أصلاً ظهرت في الستينات قبل ما كان يبقى فيه أصلاً كمبيوتر بالشكل اللي احنا نعرفه ده، في معهد MIT في الولايات المتحدة الأمريكية كان فيه فريق كده. الفريق ده كان بيعمل إيه؟ تعديل على الأجهزة الإلكترونية اللي ليها علاقة بسكة القطر الإلكترونية، وإنه يعدله على سكة القطر والحاجات دي. فكانت الفكرة إن هي فيها كرياتيفيتي وإبداع، إن أنا أقدر أعمل تعديل على حاجة معينة إلكترونية، فسموا الفريق اللي كان بيشتغل في الموضوع ده هاكرز. فانتشر المصطلح في فترة من الفترات، فترة كبيرة، فترة الستينات ولغاية فترة السبعينات بدأ يظهر فكرة إيه. الناس بقى التليفونات بدأت تدخل في موضوع الاتصالات، الناس تعتمد على السويتش بتاعت التليفون وحاجات زي كده، والشركات اللي كانت بتقدم خدمات التليفونات بالذات الدولية كانت مكلفة جدا. فبدأ يطلع بقى مجموعة من الشباب أيامها في حقبة السبعينات تقريبا، بدأوا يفكروا في فكرة إن هم يكتشفوا شبكات التليفون دي بتشتغل إزاي. فبدأوا يعملوا إيه بقى، نوع من أنواع الاختراق للشبكات دي. اختراق عن طريق إيه؟ إن هو مثلا يطلب أرقام معينة على لوحة التليفون، فيسمع هو تكات معينة بتاعت السويتشز اللي موجودة في السماعة، فيبدأ يعرف السويتش بينقل إمتى، وبدأ يكتشف الشبكة عن طريق الحاجات دي. ففي واحد منهم كان ما كانش بيشوف، كان كفيف، فبدأ يكتشف إن هو لما بيمسك سماعة التليفون ويعمل مكالمة ويصفر صفارة معينة تي 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 كده صفارة، بس هو كان بيعرف يصفر كويس، بيصفر الصفارة دي في السماعة فكانت بتفتح الخط الدولي، فيبدأ يعمل مكالمات ببلاش. كما تم تصنيف الهاكر أخلاقيا إلى الهاكر ذو القبعة البيضاء White Hat Hacker، ويطلق على المصلح. الهاكر ذو القبعة السوداء Black Hat Hacker، ويطلق على الهاكر الفاسد أو كراكر باللغة الإنجليزية. الهاكر ذو القبعة الرمادية Gray Hacker، وهي بين الإصلاح والعبث. الدافع بيختلف بقى، يعني الدوافع مختلفة. فينا يعني أغلب الناس اللي بتشتغل في مجال الهاكينج، لو رحنا للناس زي السكريبت كيدز اللي هم الناس اللي شغل لعب العيال، دول هدفهم الأساسي البروباجندا، وإن هو يقول إن أنا جامد وإن أنا بعرف أخترق أو كده. لكن غالبيتهم ما بيعرفوش يعملوا فلوس من الحاجات دي. يعني إحنا عندنا ناس هنا في مصر بالمناسبة ومعروفين على فكرة، أساميهم موجودة على ياهو، موجودة على جوجل، موجودة على شركات كبيرة، يعني بيدوهم جوائز وفلوس، بس الناس دول بيعرفوا كويس في الهاكينج، بس هم وايت هات هاكر. ولم يقتصر الهاكر على مواقع بعينها، بل امتدت إلى سياسات الدول. فسمعنا عن الشاب المصري الذي نجح في اختراق موقع داعش، فكيف استطاع هذا الشاب أن يتحول من بلاك هاكر إلى مخترق لكيان مثل داعش؟ بدايتي مع الهاكرز، البداية جت كهواية، كحب هواية من موضوع الهاكرز. كنت أنا زمان حوالي 2000، عام 2000 أو 2001، كنت بدخل على المواقع الإلكترونية أتعلم منها، المواقع الإنجليش أتعلم منها. كنت بحاول أنا أهزر مع أصدقاء ليا، كان في برامج زي ستوب 7، زي البرامج قديمة جدا يعني. كنت بحب ان انا اهزر مع اصدقاء ليا، افتح لهم السيدروم، اقفل لهم السيدروم، البرامج اللي يعني برامج تافهه بالنسبه للهاكرز. اساسا مش متابع لداعش او لغيرها. انا طبعا لما بشوف الاعلام بيتكلم عنهم او بيعرضوا فيديوهات بتاثر زي اي حد يعني. لكن فكره ان هم ليهم موقع رسمي انا ما كنتش اعرفه، لكن بالصدفه صديق ليا من خلال الفيسبوك صحفي قال لي اقرا المقال دوت. دخلنا على موقع تابع ليهم اللي هو منبر الجهاد الاعلامي،
بالصدفة دخلت على الموقع دوت، دخلت على الموقع جربت فيه كذا حاجة ما نفعتش، جربت فيه يعني بعد طبعا الاختراق جه بعد ساعة ونص، فمن خلال الساعة ونص كنت قاعد اجرب الاكواد وحاجات برمجية انا كنت بجربها، ولقيتها لقيت اخر حاجة اشتغلت يعني معايا، قدرت من خلالها ان انا ادخل على الموقع، والموقع ما حسهمش ان انا دخلت على الموقع ولا غير اي بيانات ولا غير اي حاجة، بس من خلالها قدرت ان انا ادخل على سيرفر الكمبيوتر بتاعه، الكمبيوتر اللي هم شايلين عليه كل حاجة. انا دخلت على الكمبيوتر اتفرجت على فيديوهات، طبعا الفيديوهات اللي هي الاصليه مش الفيديوهات اللي هي المنتجه اللي هي اللي بتنزل بمونتاج اللي احنا بنتفرج عليه في التلفزيون، لا الفيديوهات كانها متصوره من الموبايل عادي مفيش اي مشكله. فمن خلال اي حد يقدر كان يدخل على صفحه الاختراق يدخل على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، فهم دخلوا فعلا على الاكونت بتاعي وبعتوا لي بقى كلام كتير، يعني بعتوا لي تهديدات اللي احنا هنقتلك اللي احنا هنعمل فيك ونسوي من انت يا كلب يا مش عارف كلام بقى بتاعهم، يعني حتى تضع على رأسك برأس الدولة الإسلامية. فامتد الهاكينج إلى تطبيقات عالمية كالفايبر وغيرها من التطبيقات التي تسمح اختراق هاتفك بل حياتك الشخصية وبكامل إرادتك. يعني الفايبر شركة يهودية إسرائيل، طبعا بالتعاون مع تنسيق مع المخابرات اليهودية الحاجات زي كده. طبعا الفيسبوك انا نزلت صوره عندي صور كتير عندي في اجتماعات سريه بين مارك زوكربيرك وبين اوباما الرئيس الامريكي وصاحب الفيسبوك. طبعا حاجه مزعجه جدا، وبالذات لما بيبقى الاكونت بتاعك عليه صورك وحياتك الشخصيه وتفاصيل حياتك، فلما يجي حد من بره من غير اي مقدمات يقوم واخد كل ده، طبعا دي حاجه سيئه للغايه. اي اكونت معين بتاع اي حاجه وتتدخل عليه، لكن انا شخصيا الحمد لله ما حصليش حاجه زي كده، في ناس اعرفها لكن شخصيا لا. يعني كنت عادي حد اتصل بيا وقال لي الحق ده في حاجه نشرت على الصفحه بتاعتي، والحق برضك حد اتكلم باسمي وكده، هو عمل كذا هاكر، هو اصلا واحد بيعمل هاكر لناس كتير واحد بس، فهو بيخش بياخد بيتكلم ناس على اسمي وكده، وممكن يغير الباسورد وياخد الايميل ويعمل ما هو عايزه بقى. فتلك كانت النصائح لتجنب تلك الخطر او تلك الهاكر. تعالوا يدخل على السيتنج بتاعت الفيسبوك ويدخل تحديدا على السيتنج بتاعت البرايفسي او الخصوصيه، ويحدد مين اللي له الحق انه يشوف الحاجات اللي بيحطها، ومين اللي له الحق انه يعمل له تاج، ومين اللي له حق انه يدخل على الاكونت بتاعه من البرايفسي سيتنج. دي اول حاجه لازم يذاكرها كويس البرايفسي سيتنج. بعدين يدخل بعد كده على السكيورتي سيتنج اللي هي اعدادات الامن بتاعت الاكونت نفسه. اعدادات الامن دي بقى تلاقي فيها حاجات كتير قوي لازم ياخد باله منها ويعمل لها اكتيفيشن. انصح طبعا اللي ما نشتركش في تطبيقات او ندوس على لينكات ما نعرفهاش، طبعا التطبيقات اللي احنا بنشترك فيها ديت للاسف يعني عشان يستجلبوا الناس فبيكتبوا مثلا اشترك في تطبيق القران الكريم، تطبيق الاحداث النبويه، عشان خاطر بيستجلبوا الناس، اما ورا التطبيقات ديت وراها برمجيات تانية. تكنولوجيا الاتصال في تطور دائم، فانتبه انك تواكب العصر ولا تجعلها كبوات العصر. Yeah.